Every single day I'm gonna make something great. That's my way. عليكم متتبعي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي قناة لبنيتا شانيل. إذا كنتوا أول مرة تشرفوني بالزيارة ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس بيوصلكم جديد دائما، وما تنسوش تضغطوا على زر إعجاب وتبارتجوا الفيديو مع الأهل والأحباب لتعم الفائدة على الجميع. اليوم غادي نشارك معكم هذا العمل اليدوي البسيط لدو اللي تقدروا تقدموا فيهم كما كتشاهدوا اللوز، الشوكولاتة، أي حاجة بغيتوا. وكاين واحد الشكل الآخر اللي حتى هو قدمت فيه السكر حبيبات. اليوم غادي نوريكم الطريقه كيفاش حضرت هاد السبيرات هادو. دابا غادي ندوزو مباشره للطريقه ديال التحضير. غادي نحتاجو هاد السبيرات هادو، ممكن تشوفوا الشكل ديالهم بحال السبيرات. انا عندي هنا هادو زجاجيين كما كتشاهدوا معايا، وعندي هنا حامل الشموع حتى هو زجاجي. الا ما توفرش عندكم هاد السبيره هادي، ممكن تستعملوا دوك الزليفات الزجاجيين حتى هما يجوا زوينين، غير هادو حيت كيكون عندهم الغطاء انا تنفضلهم. ولكن ايضا غادي الا استعملتوا دوك الزليفات الزجاجيين غادي يكون غير نفس الشكل غير بدون غطاء. ودابا حنا غادي نلصقوهم باش نحصلوا على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا معايا. انا سبق ليا صيبت واحده، ودابا غادي ندوزوا للطريقه ديال التحضير بالتفصيل. غادي نحتاجوا بالنسبه باش نلصقوا هذا الشكل ديالنا غادي نحتاجوا اللصاق. بالنسبه للصاق هو اللصاق الخاص بالزجاج كما كتشاهدوا معايا، لانني انا هاد السبيره ديالي وحامل الشموع هما زجاجيين، فانا غادي نحتاج اللصاق الخاص بالزجاج. الا نتوما ما توفرش عندكم، الا نتوما السبيره ديالكم بلاستيك فغادي تحتاجوا اللصاق الخاص بالبلاستيك. صافي، وغادي نبدا ندوز واحد الكميه مهمه ديال اللصاق فوق حامل الشموع بهذا الشكل. الفيديو شارح نفسه، الا تابعتوا الفيديو غادي تشوفوا بالتفصيل بالضبط كما كتشاهدوا معايا. من بعد ما وضعت كميه مهمه من اللصاق غادي ناخذ ديك الجزء ديك السبيره وغادي نلصقها فوق داك حامل الشموع. كما كتشوفوا الطريقه جد جد سهله، واي سيده ممكن تديرها في المنزل ديالها. فكره بسيطه ولكنها كتعطي واحد الجماليه، يعني هاد من بعد ما كنوجدوهم ممكن نستعملوا فيهم الايس كريم وكيعطوا واحد الشكل رائع. ممكن نستعملوهم ايضا مملحات اللوز، وكاين واحد الشكل اخر انا استعملته الشاي والسكر حبيبات. يعني انتي والافكار ديالك واشنو بغيتي، لاش بغيتي تستعملي، كيبقى الاختيار ليك. المهم هذه فكره عطيتها لكم اليوم. الا كنتو باقي ما اشتركتوش في القناه نزلوا دابا اشتركوا في القناه وضغطوا على زر الاعجاب وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد دائما. انا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل المجموعه كامله، وغادي نوريكم النتيجه النهائيه ديال هذا العمل اليدوي البسيط جدا اللي غادي يعطينا واحد المنظر راقي وبثمن بسيط. هذه النتيجه النهائيه ديال الشكل ديالنا ملي وجدناه كما كتشاهدوا معايا. السبيرات ديالنا اختلفوا، الشكل ديالهم رائع جدا وراقي في المنظر. وبغيت نوريكم هذا الشكل الثاني حتى وصبته. هنا قدمت فيه الشاي والسكر حبيبات كما كتشوفوا، هذاك الشكل اخر. وهذه السبيره ديالنا الثالثه اللي وجدناها معكم، وبنفس الطريقه وجدنا هذا الشكل الاخر. و
كنتمنى يكون عجباتكم الفكرة تاع اليوم. كما كتشاهدوا بطريقة اقتصادية قدرنا نوجدوا هذا الشكل الرائع اللي ممكن تقدموا فيه المملحات، الشوكولاتة، اللوز، اي حاجة توفرت عندكم في المنزل. الى عجباتكم فكرة اليوم ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد دائما، وما تنسوا تضغطوا على زر اعجاب وتبارتجوا الفيديو مع الاهل والأحباب لتعم الفائدة على الجميع. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديوهات مقبلة بإذن الله.